السلام عليكم اخواني اخواتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائمين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طرطينة بالخضار. نبداو بسم الله، كما كتشوفوا قدامي القرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتجي واحد الطرطينة كتجي زوينه ما شاء الله، يعني بالخضار كتجي رائعه وزوينه وفي متناول الجميع. داكشي اللي كيكون عندنا نديروه طرطينه تجي، يعني الخضار اللي تكون عندنا في تقدر تكون عندنا كل حاجه منها شويه قليل. نديروهم نخلطوهم يعني ونديروهم طرطينه نقطعوهم بحال هكا طريفات. نحاول هادو راه نحلهم بحال هكا باش يجوني ما يجونيش غلاط بزاف. دابا غنقطعو الدنجاله حتى هي بحال هكا، نقطعهم كلهم على هذا الشكل هذا. طبعا نقطع حتى الفلفله الحلوه على هذا الشكل. وندوزو نقطعو الطريفات تاع الحوت، هاد النوع عندنا، هاد النوع الابيض تاهما نديرهم شويه طريفات كبار، حنت مع هذا دغيا كيطيب ما غاديش ما يتعطلش. من الاحسن نديروه شويه طويل باش هذاك كبير شويه باش يبقى لينا مزيان بحال هكا. طريفات بعد ما قطعت كاع جميع الخضار اللي عندي كما تبعتوني، خلطتهم هنا كما تبعتوني. درت دنجاله وحده ودرت جوج قرعات ودرت راس تاع الفلفله الحلو. عدينا هذا النوع، هذا الصفر اللي عنده الصفر ولا اللي عنده الخضر ماشي اولا يخلط ماشي مشكل. والحوت دابا غادي ندير هاد عندي جوج فصوص هنا تاع الثومه. بسم الله وعندي هنا داك معلقه من الكمونه والعلقه من الكمون ومعلقه من الملحه ومعلقه من التحميره اولا البابريكا الحاره. وعندي قل من معلقه تاع البزار الفلفل الاسود. بسم الله وهنا عندي زيت الزيتون، غادي ندير زيت الزيتون وكنخلط كل شيء. بعد ما درت الزيت وهذاك التوابل وهذا غادي نخلطهم. واخا درت هذه كبيره شويه ما جات صغيره، درت الكبيره زعما. بعد ما خلطتها مزيان دابا غادي نحط هاد الطاوله اللي غندخلو للفرن ونحط فيها. انا عندي هاد ورق الزبده اولا كارطة فرن ورق الزبده ورق الزبده. اللي ما عندوش ماشي مشكل، ماشي زعما ضروري ولا غادي يزيدنا شي حاجه، غير هو كي شويه كيحافظ لك على كيجي ساهل ماشي بحال الطاو. ولكن اللي ما عندوش ماشي مشكل نحطوه ديريكت من الطاو. عطي واحد النسمه طالعه روعه زوينه ما شاء الله مع داك التوابل وزيت الزيتون. كان نسرحوهم هكا، واخا كيبانو لك يبان هكا كتير، مع ملي كطيب ديك الخضره كتنزل ما كتبقاش هكا كتيره. دابا غندخلها للفران ونرجعو ان شاء الله باش نكملو التورتينه ديالنا.
دابا الخضره ها هي وجدت لنا اللي انا طيبتها كما كتشوفوا، جات على هذا الشكل هكا، كتجي زوينه، ما كنخليوهاش حتى يعني حتى كترخى لينا بزاف، خصها تبقى واقفه بحال هكا. ما شاء الله جات زوينه، حتى بلا هكا تاكلها غير هكا، ما شاء الله جات رائعه. وتابعوني ان شاء الله حتى تشوفوا شنو كيفاش غندير لها باش تجينا ان شاء الله نديروها تورتينا، يعني كتجي رائعه. وتابعوني حتى للاخير. بسم الله، جنة هذه باش نخلطوا فيها، نديروا فيها الخليط. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه غادي نحط، انا درت هنايا خمسه البيضات. بسم الله، هنا عندي هذاك سميتو شي يقولوا ديال المايس، يا ربي مشات لي السميه، خوتكم راه كتنسى. النشا ديال الذره. بسم الله، وندير هاد شويه تاع الملحه، هذه على شويه تاع الملحه، نزيدو الحليب. بسم الله، جوج كيسان تاع الحليب. انا هادو دائما كنعبرهم، بالنسبه ليا انا كنعبرهم بعبرهم بديك ديال الكاس ديال العنبه، كندير بهم الكيكات، كنعبر بهم كاع اللي كنعبر به كنعبر بهادو، ديجا عبرهم انا ديال العنبه. دابا غنزيد الدقيق بشوي بشوي. بسم الله، الدقيق عادي. ضربوا مزيان باش تحيدوا هذوك التكاتلات اللي كيكونوا، اولا دوك الحبيبات اللي كيتكونوا. داك الدقيق بدون عبار، نشوف شحال ديال الخطوره خصنا، يعني خصنا نقصعوه شي، نخطروا واحد شويه، نعقدوه شويه، يكون شويه يجي عاقد. بعد ما خلطت كاع الدقيق وهذاك الشيء اللي شفتو معايا، كنديرو شويه، يكون شويه ما يكونش جاري بزاف. دابا غادي نزيد هذا الربيع، المعدنوس، يعني هذا معدنوس، خاصنا نديرو شويه قاصح، ما نديروش ماشي قاصح، قاصح ولكن متوسط، ما نجيناش جاري. نديرو شويه تاع الزيت، ملي حطيت هذيك الخضره اللي تبعتوني عليها غادي نزيد هاد الجلبانه. الجلبانه غير سلقتها غير شويه تاع الماء، شويه تاع الماء والملحه هي فسلقتها، وغنخلطها مع هذا الشيء هكا. صافي، كنقادو مزيان هاد سميتو، نقاد ديك الخضار مزيان باش تجيني مستويه. وبعد ما قط قاديت مزيان هاد سميتو، غادي نحطو عليه هاد الخليط ديالنا. بسم الله،
حكيت غطانينا كامل. دابا بعد ما صايبت كل شيء غادي ندير موتزاريلا. انا درت موتزاريلا من الفوق، وانتم ممكن ديروا اللي بغيتوا، الفرماج ولا هذه موتزاريلا محكوكة، موتزاريلا ديال البيتزا. ممكن ديروا الفرماج، كيبقى اختيار. وغندخلها الفران طيب من التحت هو الاول، باش الموتزاريلا ما او لا موتزاريلا ما ديرش ليا دغيا، باش ما تحمرش بزاف دغيا دغيا. غادي نطيب من التحت هو الاول، ملي نشوفو قرب يطيب او لا داك عاد باش ندير العافيه من نطيبو من الفوق باش تجي تعطينا داك اللون اللي بغينا. صافي، وهكا ان شاء الله تابعوني حتى للاخير. وهي التورتينا ديالنا ديال الخضار اللي تابعتوني عليها، خرجناها من الفران، كتجي على هذا الشكل، كتجي ما شاء الله زوينه ان شاء الله. مقطعه واخا باقا سخونه، بسم الله. بسم الله. كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي ما شاء الله، كتجي زوينه ويعني رائعه ما شاء الله. كتجي طالعه، شتك تجي. وهذا هو الشكل ديال التورتينا ديالنا كما تابعتوني عليه. ان شاء الله نتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من اشتراك واللايك، شجعوني، جزاكم الله خير. وكنشكر كل من دخل عندي جديد، ما شاء الله ما شاء الله عليهم، والتعليقات اللي كتكتبوا لي ما شاء الله صراحه زوينين وكتفرحوني، شكرا لكم، كتشجعوني، بارك الله فيكم. نتمنى الله ان شاء الله المزيد من لايك والمزيد من اشتراك، وشكرا لكم، والسلام عليكم، ولا فيديو اخر ان شاء الله.